صباح الخير، صباح النور عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كل شيء صباح يجري، كل شيء الدنيا صباح تجري. لاش عفوا جات الشتاء؟ كناش متوقعين الشتاء تجي، كنا ناعسين في امان الله، ناعسين في امان الله. جمال كيبقي لابيسين، انا حاطه شوفوا شحال الحليه اليا في لابيسين، سليتو قلت غادي نغسلو. شوفوا هادشي كل الحليه اليا في لابيسين، عاد خرجتو قلت غادي نجلسو نحكو نسيقو. وحتى اليوم صبحنا فايقين لقينا الشتاء، ولقيت حاطه شي كوفر ليات غنصبنهم، جبت طبعا عاوتاني من البارطمان حيت خليتي وحدين، ديت هادوك وجبت وحدين اخرين، اش قلت بين صبنهم، لقيتهم عمرتهم الشتا بالماء، جاب الله الصابون ساليت كلشي مني. الحمد لله على كل حال مزيانه الشتا، اللهم الشتا شحال هادي الناس بغاو الشتا، الحمد لله. صباح اليوم الشتا عندنا، الجو على مزينات، على مزينات الجو عندنا، على مزينات يدبل. باش هيتكم في هذا الجو، ما شهيتكم فيه، ولكن كاين واحد الجو طب 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 الشتيوه كتصب رقيقه والجو سخون، خا كاين الشتا الجو سخون. رائعه رائعه جدا رائعه، منجي منجي انا صالحه فرحانه. كاين الشتا شعري غير خسر لي، خصني نشفع عاوتاني. اللهم صباح مشتفه من النعاسي، جايه نوريكم الجو مع لقيت هذا الجو، اللهم نفلتو هذا الجو شحال رائع. داك يعجبني الجو تاع الشتاء، شوفوا كاع اللي عنده شي زرده يعجبو الجو تاع الشتاء، مع كتخضر من بعد كتولي خضراء والشجر كيكبروا دغيا. شوفوا نوت راهو في كاين شتاء، كاين فوق السطح ما عرفتش يديروا فوق السطح. وي ندور لكم باش تشوفوا الجو، حيت الجو هكا ما شوفوا الجو. المهم متشعل تما داكشي، داكشي كله سلتو من لابيسين، لاحوا ليا اليا فوق وسط لابيسين. كاين البيكالات، كاين نتو على بيسين، كاين البيسين، كاين نونوسات. اللي لقى داك لابيسين صيفط فيه بحال اشنو سمو تما، جالسين كنقو القرقاع. هادشي راه مازال غيكملو، الا يحيد هادو حيت غيدير بهم الخدمه. وباقى لي واحد البونجو تما كاع ما شتا غنصبنها، حتى هي نسيتها. شوفوا ليا الجو، شفتو الجو رائع جدا، الجو ورائع يا عباد الله، واحد الجو خطير خطير خطير. غير نادية ايوا طوماطي لا شيري تي لا با غونج و با سا دون لي دون لي كاجيت. انتوما جات الجو ترطبات الارض مزينتها ولا الشجر مساكن فرحانين. انا انا الشجر فرحانين كتر مني، واش فهمتو شي الشجر كيكونوا فرحانين كتر منا. واحد الجو رائع جدا، الجو رائع رائع رائع. باش نحيد، كانت زوباعه البارح، كان البارح الداري في الدار ماشي زوباعه، مشيت انايا كنت خارجه ما دخلتش. ايوا هما جاو فندسوا الجرد رونوها، ولاد حاجبه ولاد مهديه، ما نعاودش لكم. شو خرجنا هاد العيشه هنايا، جالسين كنجمعوا في الجرده، وخرجتها هنايا تاكل الربيع. جابها الربيع، قالت لك تاكل في الربيع. صحيح انا تاكل في الربيع، قالت لك عجبها هي الشجره. لا حول ولا لا 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 غبغ لا غبغ ولا 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 وهي 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 راه بغيت تاكلها في عظمك يا الله يهدي. اي مونج فوالا ليس لا مونجي دو موا دو روا بوا تا با دي افون تي دي كان جي سو ريفوني مينون سي جي لي غوندي دان لا بوش او كوا. هي داز لي يلعب مع ديك الخريفه هذه، هي يلعب معاها، هي يجري هو يجري. وي 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 سي كوم سا سي با. هاد الخريفه عندنا سارحه هنا، هي اللي غندبح العيد. لا وليتها سمعتوا هي ولا مالها اللي ذبحناها العيد، مالها ما حلال فيها، حلال فيها الذبوح يا كاشيغي. سي سي ال كي اون فايغورجي دون سي لي موتاي سون ترو شيغ. الى غالي الخرفه انا ديالها غنذبحو ان شاء الله العيد. مالك شو تبارك الله راه فيها اللحومات بوغ تيغي سي ليو لوغ امبو ثقيله ياك، شبعه حليب شبعه لحمها بغا يكون طري 10 كيلو اكو امبو يفون كو 3 سمانه يفو كي هي كاع ما بغات، هي كاع ما بغات، كاع هي كاع ما بغات، هي كاع ما بغات. اي دار كيا كاكا في لا تيراس يا غير فاياد تيغلا الى في كاكا دو لا تيراس لا عندك هضحك عليك يا ولدي، لا ما يتعضك يا حالتك تفلى عليك. يلا ايليا حيد حبها. اوكو اوكو سير سير
Il te tient, papa, il te tient. Yalla, sire. Sire, yalla, tiens là. Tiens, tiens la tête, tiens la tête. Bonjour. Monsieur Kina, non, tu la montes sur la gorge, tu la montes sur le dos, pas sur la gorge. Il la lâche maintenant, lâche, lâche, laisse-le. Monsieur Kina, خلوها حشومة عليكم بركة عليها خليها خليها يا رعيات خليها يا ما تدوش على الشعار مر مروقات كم حياة ديرك سيكسو شنو اليوم اليوم الجمعة يا لالا لالا هذاك الرجل عندي لا الرجل عندي اللي كيحفزني ندير لك سكسو يقول لي ادري لك سكسو ديالك اما انا والله ما نديرو فيه الخدمة صافا نتوما لاباس عليكم بخير شوف سلام يا سلام قال لي غير خضرة طابت كلشي طاب وهذاك اش بقى لي قال لي غير هذا يطيب البلبوله طيب قال غير شويه وطيب هاني انا اختكم ونجي لكم زوينه ونجي لكم بعض المره خايبه ونجي لكم بعض المره مشمكره وبعض المره حالتي المهم كيما جاب لي الله نجي لكم عامره بالصباغه ودايره هاد البريون اللي كتشوفوا على وجهي وهاد الحاله راه الزيوت دايره الزيوت لشعري ايوا قلت اليوم اليوم ميناج اليوم ميناج اليوم صباغه اليوم كلشي وقلت كاين كاين كلشي بلاتي حياة نودي ضربها لك بواحد الزيته للشعر شوفوا الصباغه فين وصلت ودي حياة ضربها لك بواحد الزيته للشعر ميم طون باش غيتسالي ونوضي دوش درت واحد الزيته درت الكسكسو سيقت شويه الجرده جمعتها غير جمعتها شي روينه كانت فيها ايا عاوتاني بما علي جوي داكشي ودرت الكسكسو ودا شوفوا كي عمرت بالصباغه الصباغه ولوندوي والحاله نوريكم الا الا لا بغينا بدينا الصباغه ديال الدار حيت غير نسبقوا زعما العيد وفهمتوا اصلا اليان راه كاينين شي في الاول قبل ما نشري هذوك لي كخيون ديال هادو دوك الاخرين اللي كيتمسحوا كان في الاول كيلعب غير بلي كخيون عاديين ديال الخشب ديال الملونات العاديين وكلشي ذوق ليا الدار بالملونات لذا اصلا الدار خاصها سبعه مبغى على البيض خاص كيتصبغي على الاقل واحد المره في العام انا كتعجبني الدار فاش كتصبغ بالبيض كتولي بحال الجنة بلا ما نقارنها بالجنة يا قولي يا عيقتي بزاف ميقتي ميقتي وشوفوا لي هاد الالا قلت لي صبغ الا كيعز عليه صبغي كاشي غير تادور فيغ لا بانتور جو تو ديرونج با بور لا بانتور ياك وعز عليه صبغ صبغ يصبغ وخصو يكون عنده الماتريال مقاد وكلشي مزيان ويصبغ ليك ها هو قاد الحيط شي غير تا با بيان ليسي لو مور مي لي سي ترو ايبي الفو البونسي انكور ici je vois ok bon غادي يصبغ هوينه بعدا البيت ديالنا كما كتشوفوا معايا يدوز عليه واحد الكوش ها هو الا هو خدام لبس واحد التيشيرت ما بغاش لبس الشورت هو ما بغاش وارا ما هو كان لابس حوايج قال لك بيصبغ خويا هو ما عندوش مشكله يوسخهم قلت له لا خويا حيد لي الحوايج عندك الخير توسخهم حيد يدك اجي هنا لا 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 بتوسخ حالتك لا لا جلس لا ما لا تنتوش با ما نخلوه هنا يخدم حيت غادي نمشي نسد الباب على ايدين حيت غيعمر حالته بالصباغه اللهم نمشي نسد عليه البيت نتوما عارفينو كيداير ها هو المهم خدام الكبيدات ديالي شوفي درتها بواحد المكياج خطيره غزاله رائعه ما عرفتش كيبان لكم مكياج زوين لا مي ماكيت ودوشت وغسلت شعري وماكيت ودابا بغيت نبارطاجي معكم شي حويجات اللي هما وصلوني من شيين ها نتوما البنات وصل واحد الكرتونه من شيين شفت الكرتونه وصلتني من شيين انا نبارطاجي معكم شي حويجات اللي كاينين فيها شوفوا اول حاجه اول حاجه نبارطاجيها معكم هي هاد الصندوق كتلقاو كلشي هاد الحوايج في صندوق الوصف
الا بغيتوهم البنات خذوا معنا تلقاو اللوليان ديالهم في صندوق الوصف يديكم لهم نيشان. خديت اول حاجه انا بعدا خديت هذا الصاك هذا واش ما عرفتوا ولا لا، هذا الصاك البنات ديال الكلاب ولا ديال المشاش ولا ديال اي حيوان خارجه كتهزيه معك بحال هذا الشكل وكديري فيه الكليب ديالك وكيتنفس الا كاين صد بحال مسافره بحال هكا الا مسافره كتهزيه معك والكليب كيبقى يتنفس. هانتوما شفتوا كيفاش جا زويون كيوت شفتوا الكليب كيتنفس. وحتى الا بغيتي تحطيه في الارض البنات راه كاين عنده واحد البارتي هنا باش تكزيدي تكبريه باش الكلب يمشي ويجي باغ اكزومبل داخل لشي ريستوران الناس راكم كتعرفوا السفر وداكشي كتدي معاك الحيوان ديالك شفتوا الا ما عندك لمن تحطيه كتديه معاك. شوفوا هذه كتزيديها شفتوا كيطوال هكا كتزيديها كتحل من هنا بحال هكا وكيبقى يمشي ويجي فهمتوا كيبقى عنده لي سباس فين يدور يمشي ويجي شفتوا فهمتوا شي حاجه ولا والو كتجمعيها هكا الا ما محتاجاهاش ولا محتاجاها راه كتسميتو راكم فاهمين محتاجاها كتلقيها فهمتوني اش كنبغيت نقول لكم كتسديها شبيكه فين كيتنفس ما كيجي لا صهد لا والو راكم عارفين البليبار ديال الوقت فاش كنمشيو عطلة في شي بلاصه ولا شي حاجه بحال هكا راه كيكون الصهد راه ما يمكنش تسافري و يعني شي بلاصه البرد الا لعتي غاديه للثلج من البليبار ديال الوقت كيكون الصهد. انا كنلقى نفس المشكل مع بيلي حتى الا خرج لاكادير كنبغي نديه معايا غير غير لاكادير كنبغي نديه معايا والريستورون انتيردي دخلهم يعني هنا تقدر تدخل للريستورون وديريه ميم طون فهاد الصبيك ويدخل للريستورون ترونكيل فهمتوني يعني ما عندكش مشكل عندك هنايا فين ديري ليه لي زارتيكل ديال الماكله ديالو ولا لي لانجات ديالو هانتوما شفتو وعندك شي حاجه بارده ولا تحطي ليه شي حاجه هنايا شفتو راه ميم طون يتيليزي الكلب وتهزي فيه انت داكشي ديالك شفتو لي بوش ديالو هانتوما كبار تبارك الله زوين انا عجبني وحتى الهزه ديالو راه كونفورتابل ما تقيش فهمتو كونفورتابل مع هادو عنده طوال كونفورتابل تهزيه معاك ديريه القياس اللي بغيتي فهمتوا هانتوما تقدري تهزي حتى الوليد الصغير. انا عجبني الصراحه بالنسبه للباكونس اللي خرج شي بلاصه مع الكلاب تدي معك ولا مشيشك تدي معك زوينه نحط لكم لونيان ديالو شي حاجه زوينه رائعه بزاف انا عجبني الصراحه خديته عجبني كنجري لكم. ثاني حاجه اللي خديتها للصالون اللي هو هاد لودغ هذا ما عرفتش كتبان لكم لا كاليتي ديالو ولا لا مي واحد لودغ واعر رطب كتحطيه فوق الصالون باش ما يتوسخ لك الصالون. نتوما عارفيني انا عندي الكنابي زرق البنات يعني كيتوسخ ليا بزاف سورتو كيبانوا فيه لي طاش اللي دا خديت هذا خديت منه واحد باش نجربو كيفاش داير ولا عجبني راه غادي ناخذ منه وحدين اخرين. شوفوا هنا من اللور باش عجبني هنا زوين اللور ديالو شفتوا كيفاش فيه شي حبيبات الا حطيتيه في الكنابي ما كيزلقش كيبقى بلاصتو ما كيتزلقش ما كيفلتش من بلاصتو يعني كيبقى فين ما حطيتيه فين ما باقي. هانتوما شوفوا غير يديك كيفاش كدير فيه ما كتزلق. وشوفوا ليا الكاليتي ديالو شحال زوينه الكاليتي رطيطه مليسه البنات رطبرت بزاف. انا خديت هذا الكبير فيه واقيله واش 2 متر ولا 3 متر على 90 ولا 80 بقيتش عاقله مي زوين كاين فيه لوينه البنات وانا هاد لاطاي هي الكبيره فهمتوا يعني انا خاصني نزيد واحد اخر مازال زوين هذا راه كاليتي غزاله رطيب رطيب البنات. هذا خذوا على ضمانتي الكنابي الناس اللي كيتسخروا لهم لي كنابي بلا ما تاخذوا داك ديك هذيك سميتها الهيدوره كتوسخ وداك الشيء وفهمتوا هي كتطلق داك الزغاب وميم طون ميم طون صعيب وميم طون كتلوخ كل مره تمشطيها فهمتوا يعني هذا شي حاجه براتيك وكاليتي زوينه انا عجبني الصراحه. ثاني حاجه غنوريكم الصنيدلات عاد ندوز لكم اللبسات نوريكم اول حاجه خديت هذا اللي هو حمقني بزاف شفتو شوف شحال غزال شفتو كيفاش داير شفتو كيفاش داير نص ترونسبارون والعطله جايه حنا مسافرين ان شاء الله يعني هاد الحويجه هما اللي غادي ندي معايا ما نديش معايا بزاف ما نقول. شوفوا ليا فيه هنا هاد الحديده هنايا شحال غزاله وفي الغوز هكا زوين. انا بالنسبه ليا النمر البنات انا كناخذ دائما في الصنيدلات ديال شيين كنلبس 39 ولكن دائما كنخرج نوامر اون بليس حيت لاطاي ديال الشينوا كتكون لاطاي ديالهم هما صغيره رجلاتهم صغار وحنا تبارك الله المغاربه كنلبسو مزيان يعني انا واخده لاطاي كناخذ قلت لكم كناخذ دائما دو طاي اون بليس يعني انا واخده 41 يلاه تجيني نيشان هي هذيك. شوفوا ليا اللون شحال غزال هكا بلا طالون بلا تور تمشي بيه في العطله زوينه البنات غزال كيحمق. نحط لكم لو ليان ديالو حتى هو خذوه الى عجبكم. نعاود البنات هاد الصنيدله اللي هي طوب دي طوب انا جادور الصنيدلات اللي يكونوا كحليل سامبل. انا غادي تشوفوا لي بزاف لي شوسور كندير لي شوسور سامبل مع لي شوسور سامبل لبسهم مع جلابه مع تجين مع اي حاجه كيجي معاهم الا شفتوني مقويه الماكياج راني غندير مازال فيديو للانستغرام باش نحط لكم هادو في الانستغرام تشوفوهم ملبوسين كيفاش دايرين. انا بارطاجيتهم معكم هنا ولكن في الانستغرام غادي نحطهم لكم ملبوسين. شوفوا لي سامبل تري سامبل في الرجيله كتجي كيوت يا البنات كيوت 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 في الرجيله والله العظيم سامبل وكحله وغزاله تجي مع كلشي زوينين فو ماشي شلد الفري مي فو مي زوينين ورخاص بزاف ورخاص بزاف وديال الصيف ديال هاد الوقيته اللي بغى يلبس
اللي بغات تلبس اللي بغات تلبس ما تبقاش تقولي راه ما عنديش ما نلبس راه شي راه كاين شيين اختير خله كاينه عاوتاني هاد الصنيديره هادي غتعجبكم انا متاكده في دماغو هكا شتو كيفاش هاد الزوونه فيها هاد الزويف هكا يعني تقدري تبدليه كما عجبك الا ما عندكش هذا ديري واحد اخر شوفوا لي الموديل شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي لابوتي شوفوا لي شحال زوونه هي ديال الصيف شوفوا اللوين اللي فيها شحال زوون تاع الصيف غزاله يا البنات رائعه هادي مفنكشه صافي شتوها لبسيها حتى هي ديال حتى هي هابطه هكا تقولي خديت يوم هابطين حيت انا البنات في الصيف كنتمشى بزاف بلي كلاكيت هادشي كلنا في الصيف راه كنتمشاو بلي كلاكيت وهذا الشيء هو اللي كنرتاحوا فيه في الصيف بزاف بزاف غزاله في الماغو هكا حتى هي هابطه ما عندهاش طان لقاوها في صندوق الوصف نحط لكم سميات راه نحاول نكتبهم لكم باش تلقاو كل وحده بسمتها وانتم راه عارفوني انا من عشاق هاد لي هاد هاد هادو من عشاقهم خديت هذا في هاد اللون وهذا راه توب هذا راه توب ماشي زعما شي بلاستيك ولا هذا راه توب زوين هذا تلبسيهم مع الجينات مع الجلابه مع الصايه مع اي حاجه كيجي مع كل شيء خديت هذا اللون البيج اون فيت وليت بغيت ناكل ناخذ الحوايج ديالي في البيج ولا في الكري ولا في الابيض هذا الشيء هو الالوان اللي بغيت ناخذ ولا كحل صافي بارك عليا هذوما اللوينات اللي كيجيو مع كل شيء وكيجيو كيبينوا الواحد نقي وزوين اون فيت كيجيو مع اي حاجه وما كيديمودوش هاد الالوان راه ما كيديمودوش اما الا خديتي شي لون اخر كيديمودا غير مره كنعشقوا اللوينات شفتوا كيفاش داير على هاد الشكل حتى هو شفتوا ندير لكم هكا باش تشوفوا شوف كيفاش كيجي غزال التوب كيتغسل وانا عندي راه عندي وحدين اخرين راه باقيين عندي لحد الان انا كناخذ انا من مدمنه ديال شيين انا من نوك الناس اللي كناخذ الحوايج من شيين بزاف بزاف انتوما وحتى هو بلا طالون بلا والو ما عرفتش كيفاش كيبان لكم المكياج مع الضو ولكن كيبان حتى كاتاستروفيك المكياج كيبان مع الضو كاتاستروفيك ياك خديت هاد الباسكيت هادي من الغيون ديال الرجال خديتها من البلاصه ديال الرجال حيت العيالات كاين عندهم 39 40 41 انا لي باسكيت كنلبس لا لي باسكيت كناخذ ديما 42 يلاه كتجي قدي حيت الرجل في لي باسكيت كتبغي تسارح كتبغي تكون مريحه مرتاحه كناخذ هادي خديتها 42 باش يلاه تجيك ماشي يلاه تجي قدي دابا هي راه قداني غير 40 41 ولكن انا لي باسكيت باش نكون مرتاحه فيهم ونتمشى بهم وما يضرونيش ما يعذبونيش دائما كناخذ 42 باش رجلي تمشي وتجي كيما بغات ترتاح اختي ماشي تزير عليا في لي باسكيت سورتو الصيف ما كتبغيش السبادري تكون مزيره خديت هذه في البيض هكا على هذا الشكل شفتوهم دوك اللي كيكونوا عاليين شويه باش يزودوا لي الطول انا طويله ولكن عز لي الطول ماكذبش عليكم انا منوع لي عز لي الطول نرى فيا 173 ونزيد مازال بغيت مازال نطول شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير شحال زوونه غزاله فيني كيشان فين كشان بيقصه هكا واخا هما كيكونوا كبار هادو 42 ولكن تشوفيها ما تبانش لك كبار حيت انا اصلا طويله ما تبانش لكم كبيره فهمتوا معاهم هما كيجوا هكا طوال طوال في الطول عاطين الطول انهم الطول تبارك الله شحال تاع الطول راه هكا هذا كله طول شفتوا كتبان بلا فهمتوا كتبان صغيره انتما الموديل فيها كحال البيض هكا زوونه ديال الصفا ديال اللي بغيتي تمشي الدور المدينه دابا الحويجات البنات دابا الحويجات اول حاجه غنوريها لكم هي هذه شتوني لابساها باقينا في الفيديو هذه لا شوميز مع السروال ديالها كيتحاب لهم الناس واش بيجاما سي با ان بيجاما البنات هذه سي تان اونسومبل ديال اللبسه هكا اونسومبل بسروال مفضفض هكا وكتجي معاه لا شوميز ديالو هكا كتلبسيها معاه كيجي غزالين في اللبسه مريحين تعرفي بحال ما لابسه والو نهائيا ما يعذبوش البنات هضره ديجا لبستهم وصبنتو يعني راه ما كيقصف ما حتى شي حاجه راني لابسه ومصبناه بالقميجه ديالو تقدري تلبسيه شحال من لبسه فهمتوني يعني عندك الحل تلبسي شحال من لبسه باقي لي واحد الصنداره اخرى ما عرفت فين درتها ما جاتش لكم كنت لابسها بغيت نجيبها قلت لكم هادو اللبسه ديالهم غزاله 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 شوميز هكا غزاله اللي تعرفوا شي حال خفيف 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 بزاف بزاف شوف الخفه خفيفه بزاف بزاف يعجبوكم هاد لي زونسومبل الناس اللي كيقلبوا عليهم راه كاين في الاشكال انا خديت هذا سيت ان نوفو موديل الناس اللي غيقول لي اللون ما عجبهمش مازال غيعجبوكم اللون ديالهم حيت هذا لا نوفوتي هذا هو الجديد اللي كان في لا نوفوتي خديته عجبني صراحه عجبني الديكور قلت نبدل شويه بما انني خديت سامبل خديت سامبل ناخذ هذا شويه فيه شويه ديال الخضيدر شويه ديال الزرق شويه ديال الاحمر زوون فيه صديفات رائع رائع هاد لي زونسومبل نقدر نقول لكم ياخذهم راني صبنتهم وحطيتهم في الشمس ما طرا لهم والو خديت خوه تقريبا خو مي افيك اون اوتر ماتيغ البنات واحد لا ماتيغ اخرى هذا هانتوما غادي تشوفوا غادي شويه الصراحه هادي انا خديت هذا خديت الاكس ال وجاني شويه مزير ما عرفت واش انا اللي جاني مزير ولا هو الموديل ديالو هكا تلبسوا شوفوا معاكم شوفوا واش الموديل هو داير هكا ولا انا اللي جاني مزير خديت الاكس ال وجاني شويه مزير يعني هذا اللي بحالي في لاطاي هكا اللي فيها 80 وكتلبس وطويله وشويه عامره تاخذ اكس اكس ال هذا نصحك بالاكس اكس ال هكا
شفتوا شوميز فيها واحد الجويب هنايا بليديات ديالها بالصديفات ديالها والسروال ديالها. غادي نقول لكم السروال ديالها هو سروال ومن الطم جاي على شكل الداخل ديالو داك هاد الجوا اللي كاين فيه الداخل، ماشي سروال، الجوا اللي كاين فيه الداخل عباره عن شورت، يعني فاش كتلبسيه كتباني بحال لابسه الشورت. اوكي سروال من الطم شورت، راه غيبان لكم دابا غادي تشوفوا شفتوا كيبان لكم ياك، ها هو شفتوا شورت من التحت وكله سروال هكا، يعني كيبين شويه بالنسبه للناس اللي هذاك راه كيبين، كيجي لا طاي اوت كيجي طالع شويه حتى لهنايا وكتجي مع لا شوميز، ولكن كيجي اللبسه ديالو خطيره. غير انا جاني شويه مزير، ما عرفتش علاش جاني شويه مزير هذا اللون، هذا اللون البيج البنات بيج، قلت لكم انا بقى نشري غير البيج وغري ونوار وبلون صافي، هذه الالوان انا بقى نشري تو سامبلومون. البسهم معكم في الناس اللي بغاو يشوفوهم ملبوسين دوزوا للانستغرام راه تلقاو ديجا الاولى لابسها، يعني نلبس لكم الاخرين. نبقاو في اللون البيج البنات. هذه الصايه كتجي هكا طويله ياكو، كتجي طويله على هذا الشكل، طي طويله سامبل تو سامبلومون طويله، كتجي طالعه حتى لهنايا طي صايه اوت على هكا، وكتلبسي معها هاد التريكو ديالها هذا فيها واحد هذا هنايا شفتوها، وكيجي معها هذا التريكو ديالها اونصومبل هكا كيجي مطلق كتلبسيها مع الصني ديالها، فهمتوني؟ غادي تشوفوني لابساها عاوتاني في الانستغرام اللي بغات تشوفها، حتى هو بيج وهاد التوب كيفاش داير، شفتو التوب كيفاش داير هكا، شفتو زوين التوب زوين شفتو. خديت انا كناخد دائما في الحوايج ديال الاكس ال، صافي كلشي حوايجاتك كاينه الاكس ال اللي كتجي كبيره عليك، كاين اللي كتجي قدك، كاين اللي كتجي صغر مني على حسب داكشي الاكس ال. داكشي كنقول لكم الصبابات كناخد فيهم طاي كبيره. غادي نوريكم هذا اللي محمقني، هذا محمقني، هذا اللوين صيفي، هذا سروال اونصومبل البنات هكا، انا خديت هذا المره غير لي زونصومبل باش نلبس كي بغيت، نوع كي بغيت اونصومبل سروال هكا. تكونوا شفتوا دخلتوا للسيت ديال انستغرام تلقاوه هما الاولين هكا، فيه الخيط شوفوا التوب كيفاش داير، التوب مطلوق وزوين وعندو جياب هنا في اللور، شفتوا ها اللور ديالو فيه جياب وطويل ومفضفض هكا حتى لتحت شفتوا. غادي نلبسو معكم في الانستغرام البنات، الناس اللي بغاو يشوفوا اللبس ديالو يدوزوا للانستغرام. السروال على هذا الشكل عنده الداخل ديالو اون فيت، عنده الداخل ديالو البنات راه مغلف بالداخل ديالو، يعني ما كيبينش، كونوا مرتاحين الحاجه اللي كتبين راه كنوريها لكم. وعنده لا شوميز ديالو اللي دايره حتى هي على هذا الشكل، شطوها مطلوقه حتى هي بيدياتها هكا، ها نتوما عندها لا الصدفه وجايه مطلوقه هكا واسعه، سيتو كتلبس هذا الشيء واسع فهمتوا. هذا يجي معها، هذا يجيني مع انا برونز، يجيني الخضر خطير. هاد لونصومبل هذا لون كناخد لونصومبل باش تنوعي كيف بغيتي، لبسيه مع القميجه مع الانصومبل ديال، لبسيه مع الجين، لبسيه مع الشورت باش ما عجبك لبسيه مع كولون يجي زوين. خديت عاود هاد لا شوميز هذه اللي هي بعدها البنات، هذه كتبين شفتوها، هذه كتبين ولكن طويله، الواحد اللي بغى يلبسها بالنسبه للمحجبات يدير تحت شي تريكو طويله هكا تل، راه كسوه ماشي شوميز شفتوها، راه كسوه رابطه تل تحت وكتبين هكا، تلبسيها مع شي دجين ومع شي بودي هكا تبان شويه الكريشه من هنايا وتحليها مطلقه تجي خطيره. شوف شحال زوينه، شوفوا التوب، شوفوا لي التوب، شفتوا التوب كيفاش داير، ما كنتمنى يكون التوب يبان لكم، غيبان لكم مزيان كما دايره الضو، واحد الدبانه ناري تابعني من الصباح انا نقتل امها. هذه زوينه، هذه جادور، هاد لا شوميز جادور 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 جادور. او اخي الصني ديالها اللي ما وريتهاش لكم، هذه ديجا كنت لابسها تشوفوها مسخه هكا، ديجا لبستها شفتوها في البيج حتى هي عجبتني، مريحه لبسي مريحه عرفتوا الراحه التامه، كيبان بحال دوك صندلتو على الوالدين ولكن زوينه البنات، مريحه بزاف غزاله هكا في البيج شفتوها، شويه كتجي عاليه شويه ولكن الطالو ديالها مريح بزاف بزاف. وهذه اللي شفتوني لابسه في الانستغرام وكاين شي بنات سولوني عليها، راه غادي نحط لكم لوليان ديالها حتى هو تشوفوا. هذا كيجي سروال هكا في الزرق، تو صبر البنات راه موجودين، غير هما كيقادوا لا فورم، هذه الا بغيتي تمشي تلعبي في شي سال دو سبور مع العيالات هادو راه يقادوا لك لا فورم، على قيتاش غادي تشوفي كيفاش، ها نتوما شفتوا كيفاش كيقادوا لك لا فورم، هنا كيكونوا لي فيس ديالك، هنا ما كيكونوش لي فيس ديالك مزيرين، لي فيس كيخلوهم مطلوقين كيزيو كيجمعوا لك الكرش وكيجمعوا لك الرجيلات والفخاد، ولكن هنا ما كيجمعوش لك ما كيزير، يعني ما كيضربوكش بعفصه، كيخلوا لي فاس ديالك خارجين باش يبان لاطي زوينه فهمتوني. ومع التريكو ديالو، هادو ديال السبور البنات، مع التريكو ديالو اللي حتى هو زوين كنت لابساه انا، داكشي علاش باقي داير هكا كاين قلوبي هكا. تريكو بيدي حتى هو كيجي قصير شويه، كيفوت الصدر حدا تمشي تلبسيه عند العيالات ولا اللي ما كتعرى ما عندهاش مشكله تلبسه، ماشي مشكل انا ما عنديش مشكله الصراحه. اخر حاجه اللي هي خو هذا
مي هذا ما فهمتش، خديت نفس العطاي، هذا جاني شويه صغير مزير، ما فهمتش علاش جاني شويه مزير. عاجبني هذا اللون الخضر حيت كيجي معايا الخضر، حيت انا سمراء كيجي معايا الخضر زوين والزرق. شتو هذا خديت الاكس الى البنات باردون، ماشي الاكس الى واقيلا، نقول لكم دابا اش من طاي خديت. راه حتى انا بعض المرات كندير لي بيتيز، كنلقى الحاجه ما كنلقاهاش في الاكس ال وكناخذ الال، خديت الال وجاني صغير صافي. هذا خديت فيه الال ما لقيتش فيه الاكس ال وعجبني بزاف، وانا خدت فيه الال والال جاني شويه مزير، ولكن ماشي مشكله ضعافيت غيجيني هو هذاك سي با غاف. شفتوا جا شويه مزير هكا، ولكن غزال شوفوا فيه واحد الديكور هنا غزال كيبين. شفتوا هكا قصير حتى هو كيجي بحال لي سوتيان، والسروال كتجي لاطاي ديالو حتى هو غزاله، فحتى هو فيه نفس الحاجه حتى هو في لي فيس كما كتشوفوا معايا، يعني كيكون كله مزير ولكن لي فاس كيجيو متلوقين شويه باش ما كيجمعوهمش ليك. شفتوا كيجي واحد كيعطيك واحد لا فورم، كيعطيك واحد لا فورم في الفاس ديالك في اللون توب دو توب، واحد لا في زوينه زعما. راه راجلي شافني لابسه هذا الزرق ويقول لي ناري هذا الزرق، هذا الزرق جاك واعر، الزرق داك ما شافني لابساه جا واعر. تعرفوا لي غتمشي لاصال مع العيالات احماقوا عليه. وما هادشي هو اللي خديت من شينا البنات صافي. خويت الكارطونه انتما كتشوفوا، يلا نخليكم واقيلا هنايا ما عطاش وريتكم البيت لا الديكوراسيون نهائيا، راه إليان خربجوا ليا، إليان راه نعستو خربج ليا إليان الديكوراسيون، يعني ما بقى ما نوريكم. المهم درت على المرايات وداكشي راه باقي بلاصتو كما هو، زعما المرايات الا ما وريتهم لكم اليوم حتى شي فيديو اخر نوريهم لكم كيفاش طلعوا نجمعوا مزيان، ونقادو نوري لكم فرش معاه الزرابي حيت راه باقي ما فرش فيه الزرابي، واصلا الزرابي سخون الحال ما كاينش نفرش الزرابي فهمتوني. يلا غو بيزو، ما تنساوش دير لي واحد لايك.